السلام عليكم اخوان ونهاركم مبروك والتحيه للاخوان جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، تحيه للمشاهدين كاع اللي كيدعموني كنشكركم. هادشي الحمد لله بفضل الله ثم بفضل ديالكم الاخوان. كما كتشوفوا اليوم كنتواجدوا في ثلاث بنكرير بتاريخ 2023 شهر 2/21 الاخوان. كما نقول لكم الاخوان الصراحه راكم عزاز بزاف. وخليت اشوفكم عطل شويه على حساب شويه كنت عيان، قلت للاخوان ضروري نصور لهم فلا باس. تبارك الله كما كتشوفوا انتم السوق اللهم بارك. الحمد لله الخير راه موجود تبارك الله اللهم بارك. غنصور لكم اغلى من الغليظ اغلى من الرقيقه تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا اللهم بارك. والاخوان كنتمنى بغيتي خير منكم تعاونونا بحال لايك الفيديو وحط ابوني للقناه على خاطركم وش كومونتير يكون زوين وشويه البارطاج. ونتمنى الاخوان دوز شي نهار يكون زوين. يلا على بركه الله نشوفوا الاثمنه ديال الصوم الله. الاخوان كما قلت لكم الاخوان تبارك الله راه كاين المليح كاين الزين الثمن راه كاين في الكاليتي وتبارك الله الخير راه موجود والحمد لله نشكروا على النعمه هذه تبارك الله السلعه كما كتشوفوا. صباح النور خويا كي داير لاباس عليك هاني شحال الخير اسي محمد؟ 65 اللي عاطينك ولا 65 اللي عاطينك 65 اللي عاطينا الاخوان تبارك الله اللهم بارك 65 تبارك الله الغليظ ولا فيه شويه الثمن الاخوان حاش قربت الوقت الوقت قربت راه بقات تقرب من 3 شهور اللي بقات تبارك الله كما كتشوفوا 3 شهور تقريبا على حساب البيع والشراء والعيد راه تقريبا شي 4 شهور تقريبا قلاش تبارك الله كما كتشوفوا 65 3250 تبارك الله اللهم بارك شحال كاين من راس هنا بالحاج 21 راس الاخوان تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. اسي محمد مرقد ديالها منين هذه بالحاج؟ بوشيان وكيدا السوق اليوم كاين شي بيع وشراء محرك شويه مشوره وبالنسبه للثمن تمن مناسب تمن مناسب تبارك الله يبارك تبارك الله في بحال الثمن في العيد هذا راه زوين في العيد من العيد راه غيولي ثمن اخر نتمنى ان شاء الله يكون خير حنطلبوا يكون خير وصافي هادشي اللي اسي محمد بتقول النمر ديالك طيب قول اخويا 0665 0665 43 42 17 الله يسر وجبتي سير تبارك الله الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا البايب البلدي تبارك الله المليح كاين داخل اليوم المليح اللهم بارك السلعه نقيه تبارك الله كما كتشوفوا كاين واحد وستة كاين واحد ثلاثة هما تبارك الله غنصوروا الثمن شحال تبارك الله اللهم بارك سي عبد القادر خويا كي داير لاباس عليك شحال سي عبد القادر عاطينك 42 اللي عاطينك تبارك الله 42 الاخوان اللهم بارك 42 اللي عاطينه تبارك الله اللهم بارك 42 2100 درهم تبارك الله هسه الخربان زينين ملاح اللهم بارك اخويا عبد القادر كيجاك السوق داير اليوم كاين شي بيع وشراء محرك شويه مزيان وبالنسبه للثمن الله يسر تبارك الله اللهم بارك الثمن شويه قال لك مزيان كل واحد اخويا كتجي كيفاش كيجي السوق كاين اللي كيجي من اللي زوين كاين اللي كيجي غالي شي اللي سي عبد القادر ثلاثه شحال هما الثلاثه ثلاثه شحال ثلاثه سيدي 20 36 20 شحال 36 هادو الاخوان مشريين 36 3000 بحال 37 تبارك الله الاخوان قال لك 36 عطوها 3000 بحال 37 1800 تبارك الله وعطاو 3000 ديال الرباح اللهم بارك تبارك الله سي عبد القادر هادو باقي ما بعتيهمش ياك قلنا ورديك على حساب هادو شحال سبعه سبعه و 3 هي 10 قول النمره ديالك 06 67 64 51 50 الله يسر وجهك تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك البيض البلدي الاخوان كما تبارك الله وهذا البيض هذا تبارك الله البدري راه موجود الخير تبارك الله على الشيء راه يوصل العيد اخويا صاحبي التهليه راه يوصل العيد تبارك الله اللهم بارك اسم محمد كي داير لاباس عليك الله يخبر بك شحال الخير اسم محمد 45 تبارك الله 45 اللي عاطينا الاخوان الثمن الاخوان شي حاجه اللي فوت حاجه قليله فوتها 1000 2000 بحال هكا 45 تبارك الله 2250 2250 فيها خمسه خرفان تبارك الله اللهم بارك خرفان زينين وملاح تبارك الله تبارك الله راه كاين المليح. ويس محمد كي داير السوق اليوم؟ كاين شي فكان؟ الحمد لله الحمد لله ونشكره تبارك الله والله يسر وجبتي سير.
قال الاخوان اللهم بارك السلعه بعناها الله يسخر مولاها الله يجيب لي التيسير تبارك الله كما كتشوف السلعه تبارك الله راه مليحه وكش حاجه كاليتي تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا حنا كنبرعوا الناس كاع حنا كنشرو على حساب السوق شي حاجه مليحه شي حاجه كاليتي باش تحمر لنا وجهنا مع الكليان ومع ثاني الناس اللي كياخذوا السلعه راه كيحمر باش تحمر وجه على حساب الحساب عام اخر كيجي عندك مقود تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا السلعه مليحه تبارك الله اللهم بارك كما كتشوف سي عثمان واحد دقيقه الله يكبر بك زمانا مرحبا الله يكرمك حكي لي انت الخير تبيع اخويا شحال داز اخويا عثمان 45 الله يسخر 45 اخوان 2000 تبارك الله و 250 و50 درهم تبارك الله اللهم بارك سلعه كثيره شحال كاين من راس عثمان هنا 39 راس تبارك الله هذا الشيء اللي كاين السوق غندخلوا ليه بالعاطي الله يجيب الله الرزق ما جابش الله والو هذا الشيء اللي كاين حنا قلنا لك ناخذ السوق يجيب لك الله هذا الشيء اللي كاين تبارك الله الناس اللي دوز السلعه الله يسخر لهم على عادي تعال تبارك الله دوز عندك بارك السلعه كامله تبارك الله تبارك الله حنا كنشريو على حساب السوق الشمال اللي كانوا مزيان تبارك السلعه كما كتشوفوا الاخوان السيد داس الله يسخر لهم تحيه لهم تبارك الله سير الله يسخر لكم واش نطلبوا الله يسخر الله يجيب لكم التيسير تبارك الله الاخوان اللهم بارك المليح كاين في الغليظ تبارك الله والغليظ خير الغليظ موجود الخير داخل الغليظ الغلام غليظ تبارك الله كاين الغليظ اللهم بارك تبارك الله خويا عبد الله شحال الخير اخويا المشرى ولا اللي عطينك المشرى هاك الله يرحم المشرى الاخوان 56 ونص تبارك الله 2825 تبارك الله سلعه زوينه شحال كاين من راس هنا 23 راس طيب تبارك الله ما كاين لا حبل ولا تبارك الله غلام ناضي الاخوان غلام العيد تبارك الله تبارك الله غلام العيد الاخوان واحد فيها واحد درع هو هذا كيسمى درع اللي كتسب وجهك بحال كيتسمى درع كاين الناس اللي عارفين وحنا ما غندوش غير الناس اللي ما عارفينش في هذا الميدان هذا تبارك الله كي داير السوق اليوم اش بارك الله يجعل البركه بلي الناس كاين الفكان كاين البيع حرك السوق الحمد لله والناس يجوا والناس يجوا لا خير كاين الحمد لله هادشي كيبقى القرار اللي باغي ياخذ سلعه تبارك الله راه كاين الخير خير كاين تبارك الله سي عبد الله بتقول النمر ديالك الله يسر وجبتي سير الاخوان اللهم بارك واحد شكر تبارك الله عجبوني صراحه الاخوان تبارك الله بقيت نقلب على مولاهم حتى جاي وقلت معاه وقلت ليه شحال الخرفان قال لي شحال الثمن هو ما بغاش يبان تبارك الله عبد الرحيم شحال نتسناو مولاهم باش يجي عندنا راه شحال اخوان نتسناو عجبوني صراحه تبارك الله شحال قلنا عبد الرحيم المشرى مولا 138 هو قال لك 136 المشرى وعطاه 100 درهم هادشي اللي كاين هادشي اللي قال لي تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا خرفان زوينين 138 مشوا ولاو على مولاهم الاخوان تبارك الله هما شراو 136 وعطاوه 100 درهم ديال الربع تبارك الله اللهم بارك خرفان زين عبد الرحيم كيجوك الخرفان تبارك شحال من فوق من الساعه وما يزيد عليه حنا نستناو مولاهم صراحه خرفان زوين عجبوني صراحه الاخوان بحال الثمن شنو واحد عبد الرحيم الثمن شنو واحد وخاصهم 100 درهم على 70 بحال 69 69 برباح بحال 68 خلاص 68 الاخوان تبارك الله 3400 تبارك الله خرفان كما كتشوفوا شي حاجه راه الهود قام الاخوان تبارك الله صراحه عجبوني انا والتمر راه كما كتشوفوا التمر راه كاين في الصوت الله يسر اخ عبد الرحيم شكرا اللي بقيتي واقف معايا الله كبر بك الله يحفظك الله الاخوان اللهم بارك على الحول اللهم بارك مواصفات الاخوان تبارك الله لانو حاجه ديال لانو الاخوان تبارك الله خو سي محمد كي داير ايه تبع الخير الله يسخر مولاه صابو الزعيم الله يسخر ليه تو راه كيدير مليح تبارك الله اللهم بارك قدام صلاه الاخوان مول الزعيم كما كتعرفوا الناس كاع كتعرفوا اجي تسنى فرا الناس غتشوف سداسي كيقولوا سداسي 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 تبارك الله اللهم بارك شي حاجه مليحه تبارك الله كاليك لا قلت لك انا كل نمره واحد انت نمره واحد الله يسهل على مولاه تو تبارك الله راه حولي مليح اللي بيصل البيت تبارك الله اللهم بارك شحال شحال مية واثنين وعشرين الاخوان تبارك الله اللهم بارك حاجة الكاليتي حاجة الهود قام الاخوان الاخر اللغنة صراحة حولي مليح اللهم بارك والله يسر جبتي سير الله يسر لك تبارك الله اللهم بارك يومات في حالي داخل مليح
اللهم بارك. حاجه المليح كاليتي اليوم صراحه المليح تبارك الله، كما كتشوفوا السلعه نقيه بدريه تبارك الله، اللهم بارك كما كتشوف تبارك الله. شحال هذا الخير اسي محمد؟ وعطاونا 130 تبارك الله، 130 يا اخوان اللي عاطينو. اجر في السن سداسي النمره جوج فرلاه هي النمره جوج مبينه لنا، الله يكبر النمره جوج كما كتشوفوا يا اخوان تبارك الله، اللهم بارك. اللي مليح اليوم هذا هما الفحالي داخل بالزيت والمواصفات لانوك شي حاجه يعني داز من لانوك، هذا خاد النمره جوج، وهذاك اللي شفتو قبيله راه خاد النمره واحد تبارك الله، اللهم بارك. كاين اللي مليح تبارك الله والكاليتي تبارك الله، هانتوما السلعه كي دايره تبارك الله، الظهر ديالو قداش تبارك الله. قال لك 130 اللي عاطينو، 130 تبارك الله، 6500 تبارك الله. كاين اللي مليح اللهم بارك. سي محمد كيف ما بغيت تقول النمر ديالك؟ الله رجل الله شي واحد قول النمر ديال الوليد 06 76 51 صفر خمسة الله يسر تبارك الله يا اخوان اللهم بارك. السلعة تبارك الله راه مليحة كما كتشوفوا غير مدراوش. كنوعيكم الاخوان غير حاجة واحدة نقول لكم بالنسبة للماعز يا اخوان، راه الناس ما كنزعمش عليهم تكون واضحة، راه ما كنعرفهمش، كنعرفوا الناس اللي هنايا اللي كيقولوا لنا داكشي اللي كاين، ما كيكذبوا علينا ما والو الا ما كنخافش الله تبارك الله اللهم بارك. السلعة تبارك الله كما كتشوف راه مليحة كاليتي، والناس كنزعموا عليهم بزاف حيت مع في الغلام راك عارف ديما كيشوفوك وشايفك وكتعرف، مالين الماعز شويه اخوان راه ما كنزعموش عليهم تبارك الله اللهم بارك. شحال الخير اسي محمد؟ اللي عطاوك لك ولا المشرى؟ عطاوك 35 35 الاخوان اللي عاطينو كيطلب فيها 36 تبارك الله 1750. شحال كاين هنا من الراس؟ 40 قال واحد 39 الاخوان تبارك الله اللهم بارك، ما فيها لا عيب لا والو شيخ ما ندوش الله يسلمك. هذه مرقده منين؟ الشتا دلاويه مشادله تبارك الله. محمد بغيت تقول النمر ديالك ولا بغا شي واحد؟ قول النمر ديالك ولا بغا شي واحد؟ ايه قول اسمع 06 06 03 03 05 05 زي 18 04 04 اخويا اللي بغا تبيع عليه مرحبا، يا 40 راس قال لواحد يبغاها مرحبا. وما تنساش الاخوان اللي عجبكم الفيديو شي ابوني لجدر خاطر تبارك الله الاخوان حال البدريه تبارك الله بيض البلدي اغلى من الدراوش تبارك الله اللهم بارك اغلى اغلى مرقيقه اغلى منك. عارف الاخوان كيبغي يعيد ديك 40 45 من العيد تبارك الله اللهم بارك. انتم الاخوان هذه تبارك الله سلعه زوينه كما كتشوفوا، عاد القرن مليح الثوب مليح تبارك الله. سي مصطفى مصطفى شحال الخير شحال الاخوان؟ تبارك الله 37 يا اخوان تيقول 37 تبارك الله 37 1850 درهم تبارك الله كما كتشوفوا تبارك الله سلعه زوينه. الثمن كاين شويه، الثمن كاين بالنسبه لهذه الثمن شويه تبارك الله. شحال كاين من راس مصطفى؟ 20 راس هذه يا اخوان تبارك الله.